أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. معنا اليوم أبطال كرة السلة لنادي الكويت، أبطال الدوري وأبطال الكأس. الأمانة كرة السلة بنادي الكويت في تطور مستمر، يعني أوشكوا على تحقيق أغلب البطولات إن لم تكن كلها، يعني الأمانة أمر جدا جميل يسعدنا في رياضتنا الكويتية أن يعني تتطور رياضات كلها، يعني جميع اللعبات ليس فقط كرة القدم. واليوم يعني الأمانة أول، يعني خصوصا هذا السيزن، إحنا ولكن كل سيزن أنه نناقش كل الرياضات بشكل عام، ولكن لضيق الوقت دخلنا في كأس الخليج، في بطولات كرة القدم، الاستحقاقات كلها نوعا ما أبعدتنا الأمانة عن الرياضات الأخرى، وهذا أمر إحنا مقصرين فيه. ولكن لعدكم من هذه الحلقة إن مثل ما استضفنا بطل دوري السلة، أيضا بطل دوري الطائرة، وبطل دوري اليد، ومن ثم في الفترة الصيفية لن نتوقف على البث، وسوف نشارك للأمانة في تغطية كل الأحداث ومقابلة كل الأبطال أيضا على مستوى الألعاب الفردية كما عودناكم في السنوات الماضية. طبعا معنا اليوم نجوم من نادي الكويت الأمانة موجودين معنا، وأبدأ الأمانة وياي اللي هو الأخ العزيز بدر العصيمي، عضو مجلس إدارة نادي الكويت ومدير لعبة كرة السلة. حدثنا يعني عن شعوركم بحصولكم على الثنائيتين، خلينا نتكلم إن دوري وكاس في هذا الموسم بصراع كبير، بمنافسة كبيرة في كرة السلة، تنافس ما بين الأندية، والشعور الآن اللي تشعر فيه بوجود هؤلاء اللاعبين المميزين معنا. أكيد. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر استضافتكم لنا واهتمامكم بلعبة كرة السلة. نعم. وطبعا هذا يعطي حافز ودافع حق اللاعبين للإنجازات. الدوري ما كان سهل أبدا، الدوري كان صعب وواجهنا عدة صعوبات من إصابات محترفين، ومن يعني الدوري كان طويل، يعني ثلاث أقسام. الحمد لله قدرنا نحقق الدوري وحققنا الكاس. نعم. طبعا فضل الله ومجهود اللاعبين، بذلوا مجهود كبير صراحة، ودعم كامل من مجلس الإدارة. نعم. وأمانة الطاقم الفني بعد كابتن سلمان رمضان غني على التعريف. نعم. كابتن يحيى البحر. نعم. يحيى البحر طبعا نجم كبير في كرة السلة، يوم ما كان لاعب يعني أكيد 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 مقصورة من اللاعبين اللي موجودين واللي. نعم. اللي شو اسمه. نعم. ما حصلت لهم الفرصة. نعم. نعم طبعا هذا الأمر يعني يسعدنا إحنا كجماهير، وأخذنا الفرشة من المسؤول الأول على اللعبة اللي هو السيد بدر العصيمي عضو مجلس إدارة نادي الكويت وكذلك مدير فريق كرة السلة، ونهنئ أبناء العميد الأمانة على حصولهم على الكأس وكذلك دوري كرة السلة. دينا إهداء بسيط للأخوة اللاعبين وجماهير نادي الكويت الذي حققوا هذا الجميل في كرة السلة، ومن ثم نعود إلى ضيوفنا بشكل موسع ونناقش الجوانب الفنية وكذلك الإدارية بشكل موسع واتصالاتنا مع الجماهير. إلى هذه الأغنية الجميلة ومن ثم نعود. بطل بطل والله بطل يا علي الصيد، انت العميد ونعشقك يا
وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. طبعا هذا كان أهداء بسيط من قبل برنامج جماهير الأبطال. معنا اليوم في الاستديو واللي أيضا محضر معنا الاستديو لاعبين نادي الكويت اللي حققوا الدوري وكأس كرة السلة لدولة الكويت. الأمانة ثنائيتين جميلتين أخذنا تيك مع الأخ العزيز بدر العسيمي عضو مجلس إدارة نادي الكويت مدير اللعبة، وأيضا معنا اللاعب الدولي راشد الرباح. لو سهلا فيك معنا في الاستديو، وأيضا معنا الأخ العزيز وشيء يعني مدربنا الوطني الأمانة، يعني كان مفروض نقدم قبلهم معلش تسمحنا، مدربنا الكبير سلمان رمضان أهلا وسهلا فيك، وأيضا الأخ العزيز يحيى البحر مساعد المدرب، وأنت أيضا قبل تكون مدرب لاعب في منتخبنا الوطني ولاعب لسنوات عديدة الأمانة، وتلعبت أكثر من نادي صح؟ ناديا الساحل أتوقع والكويت بس كنت محترف في أكثر من نادي في البطولات الخارجية. احترف في أكثر البطولات يعني كانوا يسدعونك. حسين الخباز معنا أهلا وسهلا فيك، ولاعبنا الكويت معنا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في البرنامج. للأمانة ثلاث لاعبين مميزين يعني بالأمانة بالمنتخب وهم أذاك في نادي الكويت. نبدي مع مدربنا، أنت كنت مدرب سابق لنادي كاظمة حسب المعلومات اللي توردها ونعرفها، واليوم يا كابتن سلمان سلمان رمضان يعني أنت دربت الكويت في هذا الموسم، حققت معاه نقول التحقيق، نأتي من التحقيق نهاية يعني كأس ودوري، هل كنت تتوقع أن تحصدون هذه الإنجازات بالموسم الواحد الثنائيتين، وخصوصا أن أول موسم لك، يعني هل تتوقع أن الجهاز الإداري أو المعاونين الفنيين معاك واللاعبين عندهم قدرة أن يحققون هذا الإنجاز، ولا هذا أمر يعني فترة وينتهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. هو إذا تقول أتوقع صعب تقول أتوقع، بس إحنا يعني نحاول أفضل شيء علشان ننجز شيء. أنا دائما كنت أقول لهم، أقول للاعبين من أول الموسم، طبعا أول شيء أبي أشكر الإدارة يعني ثقوا فيني يابوني، وصراحة الإدارة ما قصروا. أبو علي، أبو محمد، بدر وناصر، يعني ما كانوا يقصرون اي شيء. لاعبين كذا لاعب تعور وكانوا يعني وقت قصير كانوا يجيبون لاعبين يغطون، يعني لاعبين غير المحترفين اللي كانوا يتعورون. انا من اول الموسم كنت اقول للاعبين احنا بنحقق البطوله، بس اذا تقول انت متاكد ما مش يعني ما نقدر نقول احنا متاكدين. ولكن تملك مقومات، يعني كان عندنا واحنا يعني افضل فريق، عندنا امكانيات فنيه من كل المراكز احنا الافضل مفروض يعني، وحتى شو اسمه الاعداد احنا الافضل، كنا مبتدين زين. وكنت اقول لهم احنا بناخذ يعني، لان اشوف الفريق شلون يتدرب. الـ يعني الروح اللي كان عندهم
نعم. أنا أتذكر تاريخ 11 قلت للاعبين عقب البطولة تاريخ 11 فبراير طرشت مسج حق أبو محمد قلت له يعني قلت له شكرت أبو محمد على وقفته معانا وهذه قلت له إحنا بناخذ البطولة خادلان نعم تاريخ 11 فبراير قلت له إحنا بناخذ البطولة نعم كابتن يحيى يعني أنت يعني بدايتك لاعب واتجهت إلى الجانب الفني وقاعد تعمل مع الكابتن سلمان رمضان وهو يعني من ذوي الخبرة الأمانة على مستوى الخليج يعني والوطن العربي الأمانة ما يملك متعب الخبرة الشغل وياه متعب الشغل وياه والله متعب تجربتك الآن الفنية يعني في التدريب يعني أنت كلاعب منتخب وطني سابق والأمانة يعني إحنا مو بس أنا يعني كل برامج الإعلامية نفرح لما نشوف المدرب الوطني يحقق ما يحققه مثلا المدربين خلينا نقول الأجانب يعني بالنهاية سلمان رمضان منا وفينا المدرب الخليجي عموما العربي يعني اللي من ابن بلده القريب على بلده يتمنى انه تنصق موهبته فاليوم انت ساهمت بهذا الانجاز مع اخوانك اللاعبين والكابتن الكبير والإدارة الحمد لله كالمدرب الوطني وينه بالسلة يعني صار لنا زمان والله موجودين المدربين الوطنيين وبالعكس احنا عندنا مجموعة يعني صغيرة شابة وايد مجتهدة وايد يعني فكرهم عالي بالتدريب لكن للحين نحن يمكن كإدارات أو يعني خبرة للحين يمكن ما اكتسبنا الخبرة اللي مكتسبينها المدربين الأجانب نعم. يعني طبعا لازم تكون عشان توصل مرحلة كبيرة لازم تشارك في مثلا دورات تدريبية لازم تكون يعني تدش دورات تدريبية على أعلى مستوى نعم. مو تعتمد على مثلا المشاركات المحلية أو المشاركات الخليجية يعني كابتن سلمان يمكن هو يعني أدرى بالموضوع هذا أن أنت تضطر بعض المرات تدفع من جيبك الخاص عشان تروح تشارك في دورات أو مثلا أوروبية أو حتى نعم. في أمريكا أو كذي فإحنا عندنا المقومات لكن للحين يعني يبينا وقت يبينا نعم. وقت نعم. هذا اللي أنا أشوفه بالنسبة أنا أذكر على أيامكم لما كنا نحضر لكم المباريات تنافس ما بين القادسية والكويت وأيضا كابتن بدل يعني تقدر تشارك الموضوع اللاعبين يعني الجهرة نشوف يعني جماهيرية كبيرة لكرة السلة ليش أعلان. اليوم أنا أشوف أنه قل الوجود الجماهيري معناه نشوف في تنافس كبير بالأندية شوف هو في أكثر من نقطة يعني النقطة الأولى أنه كان يعني نظام الدوري كان يختلف يعني كان نظام الدرجتين كان صح. نظام اللي هو يعني المربع اللي دورات مجمعة تصير نعم. نعم. فيصير في تنافس أقوى تصير عدد المباريات القوية يعني تنحصر بين فرق معينة نعم. للأمانة يعني أنا ما بأبخص حق الفرق الثانية الضعيفة لكن مباريات يعني دبل سكور هذه تذبذب مستوى اللاعب نعم. يكون اللاعب مثلا عنده مباراتين ضعاف بعدين مباراة قوية بعدين ثلاث مباراة هذا يخلي الجمهور يعزف عن المباريات هي نعم. مباراة تلقى فرق السكور أو السكور الأفرج بالنتيجة وايد عالي نعم. فيبتدي شوي يمل الجمهور حتى الجمهور فما بالك نعم. الجمهور يمل لكن إذا مباريات قوية وكل أسبوع مثلا يصير في مباراة بين القادسية والكويت والجهرة والقادسية الساحل والكويت نعم. كاظمة والكويت والغ... نعم. يعني هذه المباراة تخلي الجمهور يعني نعم. زائد طبعا الإعلام يعني هالسنة بالذات شوية يعني هاضمين حق اللاعبين للأمانة نعم.